أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن بينت الآيات في النصوص السابقة وضع المنافقين وسلوكهم وأن قلوبهم مع الكافرين وظواهرهم مع المؤمنين، وذكرت الآيات وضع ظاهر المنافقين بصفات خمس، ظاهرهم صفتان وباطنهم فيه ثلاث صفات وآخرها مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقلبهم ليس مع الله، المؤمن قلبه مع الله، أما المنافق تارة يميل مع المسلمين في الظاهر لأن له مصالح مع المسلمين ويعيش في المجتمع الإسلامي، وتارة يميل مع قلبه الذي هو منسجم مع الكفر وليس متعلقا بالله ولا بطاعة الله. وفي آخر هذه الآيات يبين الله لنا عقاب المنافقين وجزاء التائبين منهم تشجيعا لهم على التوبة، فباب التوبة مفتوح، لا يرد الله سبحانه وتعالى تائبا ولو كان من الكفر أو النفاق على أن تكون التوبة خالصة لله، لأن أحيانا التوبة تكون نفاق، يعني بيعمل نفسه تائب أمام المؤمنين ولكنه في حقيقته يبقى على ديدنه وعلى خطته، قلبه مع الكفر ومع الكفار ويعمل لمصلحة الكفر ضد المؤمنين. إذن عقاب المنافقين وجزاء التائبين منهم، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الخطاب للمؤمنين والتربية للمؤمنين، لأن النفاق يكون في المجتمع الإسلامي عندما يكون هناك للمؤمنين قوة تخيف يظهر النفاق، أما عندما يكون المجتمع كله كافر وفي بعض المؤمنين، المؤمنون من الضغوط والتعذيب والخوف من القتل ممكن المؤمن يكتم إيمانه، قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، بدعو إلى الله ولكن بسبب حاله هو ما هو مع المؤمنين. أما المنافق عندما يعيش في مجتمع مسلم ويرى السطوة والقوة صارت تمكنت للمسلمين في المجتمع فيخاف ويتظاهر بالإسلام لئلا تضيع مصالحه. إذن النفاق وجد في المدينة حيث وجد للإسلام دولة وقوة ومنعة، ولذلك النفاق في المجتمعات الإسلامية اليوم يكون من بعض الحكام ويكون من الأفراد. متى؟ عندما الإسلام لا تزال توجد له هيبة تخيف، فطالما تجد نفاق في بعض المجتمعات الإسلامية معنى ذلك أن المنافقون يخافون من المسلمين في هذا المجتمع الإسلامي،
ولو كان ظاهر المجتمع اتجه إلى الكفر وآخره ودربوا وعزبوا وأرهبوا حتى وجهوا شباب وبنات المسلمين إلى وشابات المسلمين إلى الكفر أو إلى شيء من الكفر أو إلى الضلال أو إلى الفساد، ولو وجدت هذا، ولكن إذا بقيت جذور في المجتمع الإسلامي مع الله، المنافق يخاف ويتظاهر في الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يوجه المؤمنين في المجتمع الإسلامي ينتبهوا إلى أنفسهم حتى لا يزيغوا إلى النفاق، والنفاق أخطر أنواع الكفر، النفاق أخطر أنواع الكفر. سيدنا عمر رضي الله عنه على جلالة قدره كان يأتي إلى أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني من المنافقين؟ يقول له: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول له: أنت لست من المنافقين، ولا يقول له: أنت من المنافقين، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفشي. فكان عمر يبكي خوفا أن يكون من النفاق، مع العلم أن بعض المنافقين يخرب الدنيا ويقتل المؤمنين ويفسد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ويظن نفسه أنه من المؤمنين ويزعل ويحزن ويتألم ويضج. وإذا كان واحد قال له: يا أخي خرجت عن الإسلام، ما هذا العمل؟ وإذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. بزعل كفروا؟ لا، ما هو كافروا، ما هو كافر، جاينا الطريق. ملك الموت جاي ولا ما هو جاي؟ بسبب أو بدون سبب. الشاطر يخلص حاله. ليست القضية قضية والله أنا من المسلمين وسأولوا تابوت جيد وسأولوا كذا ومشوه ضربوا له تحية وسلام ولفوه بالعلم صار شهيد. لا، إذا كان مستقيما على أمر الله وكان همه من قلبه وقالبه مرضات الله فهذا من المؤمنين. ولذلك يحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نميل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وأعظم أسلوب أو طريق يميل فيه المؤمن إلى الكفر هو عندما ينحاز إلى الكفار. خلقك الله يا إنسان لتكون عبدا لله، لا لتكون عبدا لمتسلط كافر. فإذا انحست إلى الكفار وكنت تواليهم، أي تطيعهم وتسير في ركابهم وتنفذ أوامرهم في مرض في معصية الله والعياذ بالله تعالى، فقد جعلت لله سلطانا مبينا عليك. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تتولونهم ولا تتولون المؤمنين، كأن قلوبكم مع الكافرين وولاؤكم وطاعتكم حيث تمكنتم من ذلك للكافرين وليست للمؤمنين، للمخططات الكافرة. بل ربما قال بعضهم على المؤمنين: ما لازم يعملوا هيك، هن سببوا الفتن، هن سببوا المشاكل. طبعا هذا في كل عصر من النبوة الأول إلى يومنا هذا. الأنبياء عندما يدعون الناس إلى الله، الطغاة لا يريدونهم أن يعبدوا الله ويتركوا طاعتهم، فسيعذبونهم ويقتلونهم. فماذا يقول الكافرون والمنافقون؟ هن سببوا ذلك، شايف؟ لو كنا عايشين مبسوطين، مبسوطين بماذا؟ بطاعة الكفار؟ بترك طاعة الله؟ طبعا الكفار يعطونهم أهواءهم وشهواتهم ويتسلطون عليهم من وراء هذه الأهواء والشهوات. فربنا تبارك وتعالى يبين لنا أنه لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تتخذوا الكافرين أولياء، أن تتولوا الكفار بالطاعة والنصرة، الولاء الطاعة والتبعية، الولاء النصرة. عندما تنصرون الكافرين بلسانكم أو بطاعتكم أو بتبعيتكم لهم من دون المؤمنين، تتركون طاعة المؤمنين ونصرة المؤمنين، فقد خرجتم إلى النفاق وإلى الكفر. ولذلك في آخر الآية جاء قوله تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان الحجة، حجة في عذابكم، يعني ثبت أنكم تستحقون العذاب في جهنم خالدين. ولهذا قال
أتحبون أن تجعلوا أتودون أن تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فعندما تسر بالمودة للكافرين وتخبرهم بأوضاع المؤمنين أو تؤيدهم بلسانك أو تناصرهم بسلاحك فأنت أصبحت منهم. قال الله تعالى في آية أخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني يتولونهم بالطاعة والتبعية والنصرة بدل أن يتولوا المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، يحذركم عقابه. ما معنى التقاة أو التقية؟ يقول ابن عباس: ليست التقية إلا في اللسان، يعني تسكت. أما تؤيدهم بلسانك ليست تقية، تسكت، تشعرهم أنه أنت ما بتدخل بشيء. مو دائما إذا كان وجدت أنك إذا نطقت بالحق ستباد، فصرت مكره، فتتقي شرهم بأن تسكت فترة من الزمن إلى أن تتمكن من إظهار الحق وبيان الحق. أما أن تسكت على الحق فالساكت على الحق شيطان أخرس. فكيف يقول بعض الناس إن من يظهر الحق ويتظاهر ويبين أن الطاعة لله ولا يريد أن يطيع فلان من الطواغيت حرام؟ حرام عليه أن يتكلم هذا الكلام، يخشى عليه أن يكون من المنافقين وهو لا يدري. إظهار الحق واجب، الساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جزاء هؤلاء المنافقين على كفرهم: ليسوا كبقية الكفار، لا، الكفار في جهنم ولها سبعة أبواب، سبع دركات، كما أن الجنة فيها درجات فالنار فيها دركات. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما في جهنم العالية المرتفعة، لا، في الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا يوجد أحد ينصرهم. الدرك الأسفل الطبقة السفلى من نار جهنم، جزاء كفرهم الغليظ، لأن خطر المنافقين في المجتمع الإسلامي أشد من خطر الكفار الذين يظهر كفرهم وفجورهم. تعرف كيف تتقيهم وتعرف كيف تبعد أبنائك عنهم. أما المنافق يعمل نفسه مؤمن أكثر منك، لما تنصحه بقول له أنا مؤمن أكثر منك من جدك، هلا شققت قلبي، ليش؟ الإيمان في القلب صح، ولكن إذا ظهر في العمل ما يخالف الإيمان وما يخرج الإنسان عن الإيمان كفر، صار منافق. ولكن المنافقين لا يفقهون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار. قال ابن عباس: في الدرك الأسفل، أي في أسفل النار. وقال غيره من الصحابة في هذه الآية، قال: كما أن النار، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. وقال سفيان الثوري: إن المنافقين في توابيت ترتج عليهم من نار. توابيت معروف، التابوت اللي على قدر الإنسان، علبة حطوا فيها حتى يأخذوه على المقبرة. فالمنافقون يجعلهم الله في توابيت، ولكن مو توابيت من خشب ولا توابيت من حديد، توابيت من نار ترتج عليهم، أي تقفل لا يستطيعون الخروج. الإنسان عندما يعذب ويستطيع أن يتحرك يكون يعني شوي بيأخذ روح، ولكن لما يكون مقفل عليه والعياذ بالله تعالى، والنار تلفحهم من جميع جوانبهم، من أعلى ومن أسفل ومن تحت ومن قدام ومن خلف، في توابيت ترتج، يعني تقفل عليهم، رتاج المزلاج اللي بسكر وبقفل ما بتستطيع تفتحه، من نار. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره. هذه الروايات يا إخواني، قد يقول قائل أنه هذه مروية عن الصحابة. الرواية التي تروى عن الصحابة إن كانت صحيحة، منقولة نقلا صحيحا عن الصحابي، فإن كان للرأي فيها مجال هي قول لهذا الصحابي. أما إذا كان تكلم الصحابي شيء ليس للرأي فيه مجال، يعني لا يمكن أن يعرفه الصحابي باجتهاده ورأيه،
مثل كلامه عن عذاب النار في الآخرة، كلامه عن المنافقين يوضع بتوابيت وترتج لهم، ما يمكن هذا أن يدرك بالعقل إلا بخبر. من أين جاءهم الخبر؟ قال إذا كان الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب، ولا يوجد من الصحابة من يأخذ عن أهل الكتاب، من التابعين وجد شوي، الصحابي لا، نادر ما يأخذون إلا ما يوافق القرآن. فإذا كان مما يؤخر عن أهل الكتاب يشك فيه، أما إذا كان الصحابي وكلهم عدول لا ينقلون عن الكتاب، معنى ذلك أن هذا الكلام نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو له حكم الحديث المرفوع. الحديث المرفوع يعني الكلام الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي روي عن مسعود وعن غيره وعن سفيان الثوري من التابعين ليس للرأي فيه مجال، فكأنه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن المنافقين يوضعون في توابيث من نار في قعر جهنم ترتج عليهم، يعني تغلق عليهم لا يستطيعون الخروج منها. فلم يسمع من سمعت منه أنه يقول أنه بعد فترة طويلة الكفار يتلذذون بالنار ولا يريدون أن يخرجوا. معنى شيء، جئتك النار تلذذ فيها ونشوف العذاب الأليم، عذابا أليما إلى آخره، كل آيات تقول عن ذلك، ولا تتألم. أسأل الله العافية، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، ولا تجعلنا نذل ونزل ونبتعد عن الحق، وثبت قلوبنا على الحق والهدى يا رب العالمين. ولن تجد لهم نصيرا، إذن في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. في الدنيا المنافق يستنصر بربه من المتسلطين والحكام والظلمة، يحسب أنه يعني بينفعوا، وفي الآخرة بينفعوا، لا ما بينفعوا. من حين ما يدخل في القبر يأتيه الملكان ويسألانه من ربك وما دينك، خلي يجيب بقى زعيمه واللي كان ينافق له مشان مصالح، لأنه هذا دينه ما هو دين أنزله رب العالمين. المنافق رب المنافق دينه دين مصلحته، يتدين مثل واحد شو متوظف عشان ياخذ راتب، فهذا موظف في الدين بس مشان ياخذ اجماع مصرات، والمال ياتيه من طريق هذا الطاغيه، اذا هو يسبح بحمد الطاغيه ويقدسه ويمدحه ويزم كل من جاهد الظلم والطغيان والعياذ بالله تعالى. هذا المنافق له توبه؟ نعم، اذا كانت توبته صادقه يقبله الله، لانه كما قلت لكم في اول حديثي الآيات باب التوبة مفتوح، الله يفرح بتوبة عبده، ولكن على أن تكون توبة نصوحة. ولذلك وضع الله تبارك وتعالى هنا لمسات على التوبة حتى تكون صادقة. قال سبحانه مستثنيا من المنافقين الذين يكونون في الدرك الأسفل من النار، الذين يتوبون قبل موتهم، من تاب عند الموت لا تقبل توبته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس صار شاف ملك الموت بده يقبض روحه، مغرغر يعني الروح تبدأ بالنزع، شاف ملك الموت لا تقبل توبته، لأنه كل الناس لما يشوفوا ملك الموت بيشوف الحق، بصير رجال طيب ما بده يعني بعترف بذنبه، والاعتراف بالذنب توبة، ولكن هنا لا يقبل. ولذلك فرعون القديم والفراعنة الحديثة، فرعون القديم عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل، ربنا رد توبته لأنه إجا ملك الموت عم بغرق، بده يتوب طبعا، لا بقى في عظمة ولا بقى في جيش، هو جيش وراح في البحر، تاب بس لا تقبل توبته. قال له ربنا سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت، كلها بتعصي الله بتظلم الناس، هلا صرت رجال طيب، ما تنفعك هذه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يشوف ملك الموت وتبدأ يأخذ روحه، فلا تقبل توبته، نسأل الله العافية. أما إذا كان تاب قبل الموت توبة خالصة، إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا أي رجعوا إلى الله وطلبوا من الله يتوب عليهم، وأصلحوا أي أصلحوا الفساد الذي كان في نفوسهم وأعمالهم، وأصلحوا واعتصموا بالله،
أي انحازوا إلى جماعة المؤمنين الصادقين. ليش قال اعتصموا بالله؟ لأن المؤمنين الصادقين يعتصمون بحبل الله المتين وهو القرآن وينفذونه مخلصين، فنسبهم إلى اعتصامهم بالمؤمنين. وقال قبل إذا اتبعوا جماعة الكافرين ومالوا معهم بقلوبهم أو بسلوكهم كانوا منهم، هنا قالوا اعتصموا بالله. وفي آية أخرى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالمؤمنون معتصمون بحبل الله وهذا اعتصم معهم يعني بحبل الله المتين. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، خضوعهم لله خالص لا لمصلحة، ما بصير دين حتى يسووا مفتي ولا حتى يسووا قاضي والظاهر بالدين حتى يعمل كذا وحتى يصل لكذا حتى ينهش في أعراض الناس، لا، إنما رجع إلى الله رجوعا صحيحا وتاب توبة نصوحا. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أعمالهم أنها أخلصوا أصلحوا أعمالهم ونياتهم وسلوكهم واعتصموا بالله، ارتبطوا بجماعة المؤمنين وتركوا الكفار، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع التوبة فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأولئك منهم أولئك المتصفون بهذه الصفات الأربعة إن ذكرت الآية، التوبة، إصلاح العمل، الاعتصام بالله والإخلاص مع جماعة المؤمنين، والإخلاص لله في العبودية والطاعة والتبعية. فهؤلاء مع المؤمنين في الجنة، أولئك فأولئك مع المؤمنين أي في الجنة الخلد، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أجر المؤمنين عظيم. إذن إذا كنت تريد أن تكون مع هذا الأجر العظيم في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة في الأرض يا أخي حدا من كله مزرعة شيء كويسة كتيرة وكبيرة فيها من كل الثمرات والأنهار تجري من تحتها أشجارها. وأحدهم دعانا عندما توفى والدي إلى مزرعته مساوي كمان نهر صناعي، مي في خزان، مي تبرى المي بتمشي وفوق مساوي جسر، بتشربوا المي على النهر ولا بتشربوه هون القهوة عفوا الشاي، صار الشاي هناك على النهر. طيب هذه الجنة العظيمة من الذي أنبتها؟ من الذي خلق الماء الذي يروي أشجارها؟ الله سبحانه وتعالى. فاللي صنع هذا عم يوعدك أنك إذا عدت إلى الله وأمنت به وأخلصت العمل وتركت الماضي وتبت عنه وكنت مع المؤمنين سيدخلك هذه الجنة، وهذا هو الفوز العظيم مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إخواني، الطاغية المتألح في كل بلد وفي كل مكان، لماذا يطغى ويتأله ويؤذي الناس ويظلمهم ويعذبهم وبساوي قانون عقوبات وهدول سواهم إرهابيين خلاص طلع عقوبات إعدام لماذا؟ لماذا يعاقب؟ يعاقب حتى يزل الناس ويستعبدهم لمصالحه أو الأنكى من ذلك مصالح أعداء الإسلام. هذا ما تريده أمريكا مثلا ومن ورائها إسرائيل، فهو يقتل ويظلم ويؤذي وكذا ويخترع القوانين من أجل أن يذل الناس لمصلحته بل لمصلحة أعدائه. ولذلك أنا كنت قلت مرة فرعون موسى، فرعون اللي كان في زمن موسى حذاؤه يشرف فراعنة القرن العشرين، لأن فرعون موسى كان يعمل لمصلحة جماعته القبط، أما فراعنة القرن العشرين بسبب انقلاب عسكري اللي يتسلط على المسلمين ويقول عنهم إرهابيين ومقتل فيهم وبفعل وبفعل الأفاعيل حماية لإسرائيل، ما من أجل شعبه في مصر أو في غير مصر، لا، كرمال إسرائيل. فهو يقتل نيابة عن إسرائيل، هذا فرعون القرن العشرين، فهو أنجس من فرعون موسى، ولكن الناس قليل منهم من يعلم ويفقه. فربنا تبارك وتعالى لا يعذب الناس لمصلحة، هذا الطاغية يعذب الناس لأنه له مصالح،
مصالح مع الغرب، مصالح مع إسرائيل، عطوه مليون، عطوه مليارات، هاي المصالح ما بتجي، وكله ما بسوى قرشين. مثل الحمار اللي بكون تبعيته للشرق أو للغرب، مثل الحمار ما يفهم، ما بسوى قرشين، ودفع له مليارات، مو ملايين، مليارات، وجمع الناس صفقوا له وظن حاله، قالوا له حج أحمد صدق والعياذ بالله تعالى. فهذا يعذب الناس من أجل مصالحه. ربكم سبحانه وتعالى شرع العقاب للكفار لا من أجل مصالحهم، لا، الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يحتاج إلى شيء، وهو غني عن العالمين. ولذلك قال: ما يفعل الله بعذابكم؟ لماذا يعذبكم الله؟ ليس له مصلحة في عذابكم. إن شكرتم وآمنتم فالمصلحة لكم، فطلب منكم ربكم مصلحتكم، فإذا لم تفعلوا مصلحتكم فسيعذبكم، فعذابه لكم من أجل أن ينبهكم إلى أن تسيروا في مصالحكم. لأن الله أنزل الأديان كلها من عهد آدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا، من أجل مصالح الإنسان. الله ما محتاج للعبيد، ينزل لهم مصالحهم وأعطاهم الاختيار، وهديناه النجدين، وبين لهم أنه من أطاع الله فيما يصلح شأنه وشأن مجتمعه فيعيش هو وغيره سعيدا في الدنيا فستكون له جنة الخلد في الآخرة، ومن أطاع عدوه شيطان الإنس أو الجن فمال معه وترك طاعة الله سبحانه وتعالى التي أنزل تشريعاته لمصلحته سيكون في النار. فالله سبحانه وتعالى ما يفعل بعذابكم لمصلحته، حاشا له، غني عن العالمين، ولكن لمصلحتكم. إن شكرتم وآمنتم كان ذلك لمصلحتكم، إن شكرتم نعم الله وأنتم تعلمون، إذا شغلت عقولكم ولم تغلقها الشهوات والمصالح والأنانية والظلم، إذا شغلتم عقولكم تجد كل شيء في الدنيا الله هو الذي يعطيك إياه، وهو الذي يخلقه لك. الشجرة التي تأكل ثمارها بذرتها أنتجها الله سبحانه وتعالى، الماء الذي جعل الله من كل شيء حي الله سبحانه وتعالى أنزله، لقمة تمشي في بطنك وتنزل المعدة الله ينزلها، وأنت تعلم أن المرء يضغط عليها حتى تنزل المعدة، فالله هو الذي يتصرف فيك ويعطيك كل ما عندك من لذائذ الشهوات، الحب واللذة والسعادة الله وضعها فيك من أجل أن تقدم على ما ينفعك بلذة وسعادة، ولكن لا تطغى فينقلب شقاوة. فالله سبحانه وتعالى إذا شكرتوا بنعمه وآمنتم، آمنتم بأنه هو المنعم، وإذا كان هو المنعم تطيعونه فيما أنزل لكم، فأنزل لكم ما يصلحكم، وكان الله شاكرا عليما. شاكرا أي يجازيكم الجزاء أعمالكم الصالحة بالأجر العظيم والجزيل، هذا شكر الله لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يثبتنا بقوله الثابت، ولا يجعل قلوبنا ولا سلوكنا مع الكفار الطغاة، إنما يجعلنا مخلصين لله تبارك وتعالى، ونكون مع جماعة المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.